أنا بنصح كل واحد عنده معاصي وأنا أول واحد. إذا نام الناس واختفيت من ذنبك ومعصيتك انتهى. توضأ وأقبل على الله وأنت ساجد قل له مولاي أعني على خلع معصيتي حتى لا تعذبني بنيرانك. قل له مولاي عبدك فقير إليك، زلت قدماي في المعصية، ما عصيت تهاونا بك ولا استعلاء على أمرك، ولكن ضعفت نفسي فزلت قدمي، فخذ بيدي إليك. مولاي أنا عبدك الفقير، أنا عبدك المخطئ، لا تضرك معصية ولا تنفعك طاعة، فأقبل بقلبي عليك. والله لو ناجى الله عز وجل